بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل بقية درس الانقراض، وهندرس بقية الدرس ويوجد فيه الانواع المنقرضة والمهددة بالانقراض. اولا الانواع المنقرضة، حدث 5 انقراضات جماعية منذ نشأة الحياة. كل انقراض كان يحدث لمعظم انواع الكائنات الحية. تظهر كائنات حية اكثر تطور عن السابقة. يحدث الآن الانقراض السادس اللي هو عصر الانقراض الحديث، حيث يحدث بمعدل أكبر من 40 مرة من معدل الانقراض الطبيعي. ملحوظة، عدد الأنواع الحية الموجودة الآن حوالي 15 مليون نوع، ينقرض كل يوم 138 نوع. أشهر الأنواع المنقرضة قديما الديناصورات والماموس، ده شكل الديناصور وده شكل الماموس. أشهر الأنواع المنقرضة حديثا طائر الدودو. هاخد وصفة عن طائر الدودو، ده شكله. طائر الدودو من الطيور التي لا تستطيع الطيران لصغر أجنحتها، لايق على الجري فكان سهل الصيد. كان يعيش في الجزر الهندية وانقرض بعد 50 سنة من ظهور الإنسان. يبقى المنقرض حديثا طائر الدودو، الكائن ده لا يستطيع الطيران لصغر أجنحته وعدم قدرته على الجري فكان سهل الصيد. كان يعيش في الجزر الهندية وانقرض بعد 50 سنة من ظهور الإنسان فيها. الكواجة، ده شكله. الكواجة حيوان ثدي يجمع بين شكلي الحصان والحمار الوحشي. قتل آخر فرد أفراد نوعه في جنوب أفريقيا عام 1883 على أيد الصيادين. يبقى السبب انقراضه اللي هو الصيد الجائر له. الحمام المهاجر، الحمام المهاجر عدد أفراده حوالي 1 مليون طائر في موطنه الأصلي بأمريكا الشمالية حتى عام 1850. يبقى في عام 1850 قدر عدد الحمام المهاجر ب1 مليون طائر. ومات آخر أفراد نوعه في إحدى حدائق الحيوان عام 1914 ميلادية. طب ليه مات آخر أفراده وانقرض؟ بسبب أسباب. أول سبب أسباب انقراضه، قطع أشجار السنديان والزان التي كان يعيش فيها. بسبب قطع الأشجار، الأشجار دي كانت موطنه، فبالتالي أول سبب تدمير موطنه. 2 الصيد الجائر، بسبب صيده بقوة وبعدم وجود قوانين منظمة للصيد. 3 تضع أنثى بيضة واحدة كل ربيع كل عام، يعني التكاثر عنده ضعيف. القط البري الاسترالي، شكله له رأس وزي الكلب وجراب كنجارو وجلد مخطط كالنمر. أسباب انقراضه، الصيد الجائر من المزارعين لأنه يفترس الخراف والدجاج. بسبب يبقى أسباب الانقراض بسبب الصيد الجائر. مات آخر أفراد نوعه في حديقة حيوان سيدني بأستراليا عام 1936 ميلادي. الضفدع الذهبية، اختفت عام 1989 ولم يراها أحد. دي شكلها. أسئلة، اذكر أسباب كل من انقراض الحمام المهاجر. أول سبب قطع أشجار السنديان والزان التي كان يعيش فيها. 2 الصيد الجائر. 3 تضع أنثى بيضة واحدة كل ربيع، يعني كل عام. اذكر أسباب انقراض القط البري الأسترالي. الصيد الجائر من المزارعين لأنه يفترس الخراف والدجاج. إن شاء الله نكمل بقية الدرس مع نفهم نتعلم ببساطة.